حضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة. دلوقتي أنا بجهز صاج المفروض هعمل فيه سويس رول. سويس رول سريع، أنا النهاردة هشتغل بالسبونج الجاهز، بيتباع سبونج جاهز سواء فانيليا أو شوكولاتة أو ريد فيلفت زي ما حضراتكم تحبوا. أنا هشتغل على نص كيلو سبونج يعملي صاجين حلوين من دول. حلو الكلام؟ طيب لو أنا مش هشتغل بالمقادير دي وما عنديش سبونج جاهز، هنزل لحضراتكم مقادير الاسبونج الإيه العادي اللي ممكن نشتغله بدي العادي في البيت وكل حاجة خلاص. وهقول لكم الميزة في الاسبونج ده، سبحان الله ما كنا بنحط، بحب قوي اجيب الجل المحسن الجل، وهوريكم شكله دلوقتي انه جميل جدا مع الاسبونج، سواء بتعملوا تورتة او بتعملوا سويس رول او بتعملوا طبقات هيبقى رائع مع حضراتكم. فانا دلوقتي هنزل المقادير بعد اذنك يا ندى، انتوا جايبيني وانا بقص وانا بعمل حاجه غريبه يعني. جيبوا المقادير. يلا يا حبايب قلبي. ايوه معانا 6 بيضات، معلقه كبيره فانيليا، نص معلقه خل خليه هش كده وجميل، ونص كوبايه ميه، ونص كيلو دقيق اسفنجي، ورشه ملح. طيب الوش بقى التزيين ده يرجع لحضراتكم. كوبايه كريم شانتيه، معلقتين كبار كريم باستري لو موجود، الكاستر حاجه والكريم باستري حاجه، باكد تاني على المعلومه دي. وعندي كوبايه لبن، وعندي معلقه ونص سكر. تعالوا بس ايه نقسم الصاج ده كويس. انا طبعا المفروض كنت بقلبه بس هما ادوهوني كده فجاه ففاجئوني انهم مش قاصينه. انا عايزه احط ورق. بصوا بقى بالنسبه للاسبونج لما نيجي نستخدم الورق الزبده ده، انا بحب امن نفسي لو النوع عندي مش غالي ونوع كويس ورق زبده بحب ادهن دهنه زيت. ليه؟ عشان يطلع، لانه لو لزق مش هتبسط انا بالموضوع ده الحقيقه. فانا لازم امن نفسي بنقطتين زيت عشان اضمن انه ان شاء الله باذن الله يفك معايا. خلاص بسم الله. الفرن عندي سخن، خليني بس احط واحده هنا عشان امسك ورقه الزبده بالفعل اهو كده، شايفين ازاي الفرن عندي هيبقى حراره 180، هياخد او 200 لحد 200 ماشي برضو بالنسبه للسويس رول، 200 مفيش شوايه، ما ياخدش اكتر من 10 دقائق لو على حراره 200، 12 دقيقه بالكتير لو هشغل شوايه. وخلوا بالكم لو نشف زياده بيتكسر. انا طبعا عاملاه على الله يعني لسه مش عارفه، احنا حاطين عليه اول ما طلع سبته يهدى. طبعا لازم افك الاول ورقه الزبده بالراحه واحطها فوقه تاني وهي مفكوكه فوقه، وبعدين بجيب فوطه بعصرها كويس قوي ميه ساقعه واروح حاطاه فوق الايه فوق الخليط. هوريكم دلوقتي انا كده جهزت الصاج وامنت نفسي بالنسبه لنسبه الزيت ومسحت بيه ورق الزبده. خلاص نيجي بقى نسمي الله. اهم حاجه تكون الحاجه بدرجه حراره الغرفه، يعني البيض مش من الثلاجه عشان يدي لحضراتكم الفوليوم الكبير. ولو هتستخدموا العجين العادي، احنا نزلنا العجين العادي يا نونا اللي هو، طب نزلي الطريقه، انا هشتغل دلوقتي بالسبونج، نزليه تاني عشان يعرفوا الفرق بين الاثنين. خليه ثابت على الشاشه شويه يا جماعه بعد اذنكم، خلوا المكونات الاسبونج ثابته الاول عشان اصدقائنا بيقولوا لنا دايما ثبتوا المقادير على الشاشه. خلاص انا دلوقتي بصوا ده المحسن الجل، باخد منه معلقه اهي، شايفين ادي مقادير الكيك بالسبونج الجاهز. عايزين نشتغل شوكولاته ولا فانيليا؟ هشتغل شوكولاته. خلاص هحط البيض الاول، ادي 6 بيضات بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله البيض تمام ما تقلقوش طازه وجايبينه. طيب هنشتغل على طريقه تانية على الاسبونج، بس استنوا الاول لما نخلص مقادير الاسبونج، اللي عايز يبقى عارف احنا شغالين على الايه الاسبونج الجاهز. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم، 6 بيضات بدرجه حراره المطبخ، ماشي الكلام؟ ما ينفعش ساقع، مش هيعلى معاكم، مش هيديكم نتيجه حلوه. كل دي تبس مهمه. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي 6 بيضات هنشيلهم كده، هحط معاهم الفانيليا، وهحط معاهم معلقه الخل، وهاخد الاسبونج بسم الله الرحمن الرحيم هنزله
زي ما حضراتكم شفتوا كده. انتوا شلتوا حاجه من الكيس ده ولا هو على بعضه حطيتوه على بعض عشان هو متقاس؟ وطبعا معلقه محسن الجل مهمه قوي في الاسبونج، جيبوها. العلبه زي دي كامله فيها ربع كيلو ب 30 جنيه تقريبا، بس ممتاز. لو ايه مش هيبوظ منك بفضل الله، مش هتحتاجي تخافي من انه يبوظ منك الاسبونج. خلاص، حتى لو بتستخدمي المكونات العاديه اللي هي هنزلها لكم دلوقتي لو ما عندكوش اسبونج جاهز. خلاص، هاخد بقى المقادير دي كلها مع نص كوبايه الميه، ويلا بينا نخلط الاسبونج. هنخلط بقى كده المقادير العاديه. الخل بيدي هشاشه كده حلوه للكيك، لطيفه. المقادير العاديه عندي كوبايه وربع من الدقيق، معلقه نشا كبيره، تلت كوبايه سكر، واربع بيضات، وفانيليا، ومعلقه صغيره بيكنج باودر، ومعلقه خل. خلاص، دي المقادير العاديه كلها بدرجه حراره الغرفه. هعمل ايه بقى فيها؟ المقادير العاديه هحط البيض بدرجه الحراره الغرفه على الفانيليا، معلقه الخل، السكر، وهاجي على الدقيق اللي انا هعمله مع النشا انخله مرتين على الاقل، يبقى هش وجميل. واستخدمه في دقيق يا اما متعدد الاستخدامات او خاص بالكيك والبسكويت، اذا لم يتوفر استخدمه متعدد الاستخدامات. طب لو انا ما عنديش ده ولا ده، هستخدم الدقيق الفاخر وهدعم بالنشا، عشان دي الفكره. انا بحاول يعني ايه اساعد على قد ما اقدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسبونج ده النص كيلو ممكن يعمل لي صاجين حلوين زي دول بارتفاع 2 سنتي مثلا. احنا مش عايزينه ارتفاع كبير، لكن احنا عايزينه يبقى يطلع فيه طراوه شويه، ما يطلعش ناشف جامد. وخلوا بالكم اثناء الضرب بيبقى غامق، وبعدين يبدا اللون يفتح 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 لحد ما يفتحها خالص عشان ينجح معاكم. ولما تحطوا الخليط هوريكم قوامه، تحسوه فيه تقل شويه. لكن انا لو جيت لقيت الخليط لسه ميه، اعرف ان الاسبونج ده بايظ مش شغال. ماشي، يبقى احنا لو انا شاريه جاهز. بسم الله. بصوا، انا مش عايز اطفي، بس هو لازم يقعد على الاقل من 4 لـ6 دقايق او 8 دقايق شغال بلا توقف. ما ينفعش افصله، ما ينفعش افصل العجان اثناء ضرب الاسبونج الجاهز خالص، ما ينفعش. خلاص، عشان يطلع ناجح معايا ما توقفوش لاي سبب، افضلوا سيبوه شغال لمده 8 دقايق. اللون لو الكاميرا تقدر تجيب جوه، اللون بيفتح، شايفين اللون؟ بصوا بيبدا يعلى ازاي وياخد القوام. حطيت كله على بعضه. الميزه بقى في المحسن الجل ده، ان المحسن الجل ده بيظبط قوي القوام، حتى وانا حاطه كله خلطبيطه بالصلصه فوق بعضه. دي ميزته، عبقري جدا. اهو ده شكله، هوريه لكم هنا اهو. دي العلبه الكبيره، في علب اصغر من كده على القد، تعمل مرتين معاكم مثلا ب 10 جنيه، حلوه قوي. جربوه وقولوا لي رايكم لو احنا لسه اول مره بنستخدمه. انا عارفه ان امهاتنا زمان، يعني انا مثلا الوصفه اللي جبناها العاديه كانت ماما بتعمله لنا زمان سويس رول بالمربى. هي المربى فين يا محمد؟ المربى دي كانت عبقريه، مربى الفراوله مشهوره قوي. فنحط كريم شانتيه ومربى فراوله او قطعه فراوله جوه، حلو. ده الطبيعي، فكانت بتعمله عجينه في البيت عادي من الدقيق العادي، بس كان بيتضرب حلو، وكانوا بيفصلوا زمان البياض عن الصفار. انا دلوقتي عايزه اديكم وصفه سهله، البيض بيتضرب على بعضه. بصوا بقى، بصوا الخليط عالي تاني ازاي وبدا يفتح زياده. بصوا بيبدا يعلى، مش هقدر افتح، مش هقدر، مش هقدر افتح، لازم يفضل يتضرب كده. شايفينه ازاي؟ هيفضل يعلى تاني ويفتح تاني عن كده. خلاص، انا الصاج اللي هستخدمه 30 في 40 يعمل صاجين، يعني المعيار ده ممكن يعمل صاجين 30 في 40 لـ3 على حسب انتوا عايزينه ايه سمكته. الفرن عندي، خليني ابص على الفرن كده. الفرن هنا خليه 200، هنا الشوايه مش عايزه شوايه خالص، مش عايزه شوايه. ايه انتوا كله شوايه؟ هو الفرن ده كله شوايات؟ مروحه، بس دي مروحه وشوايه وقاعده. ما هي ده كله مع بعضه. انا ممكن احنا هنخليها بقى ايه،
لا ما تخيلي ما فيهوش فرن بس كده، مروحه بس. هو فيه مروحه وشوايه وكله يا اما شوايه بس، مش عارفه الفرن اللي ما فيهوش اوبشن يشتغل من غير الشوايه ده. طيب مش مشكله، المهم نخلي بالنا عشان ما تديش لون قوي. بصوا بقى الله، هجيب بس انا المربى كده من التلاجة هوريكم، اهي هوريكم المربى اللي احنا عاملينها بيتي، مربى فراولة بيتي. بصوا بقى، بصوا البلح عمل ازاي اهو، شايفين البلح جامد اهو، في ثواني شايفين اهو، شايفين ازاي جميل جدا، تسلموا حبايبي اهو. بصوا بقى انا عشان دي جمدت، عشان انا وعدت حضراتكم تشوفوها. بصوا لما بحط المره الثانيه بعد التجميد في الصوص شوكولاته البيضه اهو، بتدي درجة أغمق إزاي أهو، شايفين إزاي أهو. يلا بينا بقى نشوف كده، أدي الاسبونج. بصوا هشوف المنقار كده، بعمل منقار البطة، شايفين المنقار ده ثابت إزاي، هو ده الضرب الصح يعني كده. انا عرفت ان انا وصلت للمرحله المظبوطه. شوفوا لونه افتح ازاي بقى كده. يلا نحطه في الصاج يا جميل. يلا تعالوا كده نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بعمل السويس رول ده اهداء لي مدام سميره، طلبت مننا سويس رول وانا يعني عشان لو هي حابه تعمله في عيد ميلاد او في عيدهم يعني ايه، ان شاء الله يا رب يعجبها. هقسم الخليط. بصوا البوله ما شاء الله شايفين، بصوا الخليط بقى تقله عامل ازاي. هاخد كده، انا مش هحط كل الخليط هنا لان ده يعمل لي مقدارين الا ثلاثة اهو كده. شايفين ازاي حبة زيادة مش عايزاها. لا ما سمعتوش خالص على فكرة. ايه يا استاذ فضل بقى، ايه يا استاذ فضل، لا انت عايز تاخد السبق لوحدك اكيد. ماشي يا فندم، احساسك عالي يا فندم بالحلويات. كده بسم الله، معلش لازم كده. خلاص مش عايزه فيه علي وايه واطي ولا فيه سكرابر، طبعا هنعمل بيه تمام يطلع مظبوط يعني. ثواني يا حبايبي. حاضر حاضر. يلا بينا. خلاص كده يلا بينا ندخله الفرن بقى، يلا على حراره زي ما اتفقنا 10 دقائق 12 دقيقه ما يكترش عن كده. بسم الله بسم الله اهو. خلاص نرجع بقى نكمل مع بعض، بس خليني اوريكم شكله الاول بيطلع وانا عامله عليه ايه، عشان ده لازم يتفك من اول ما يطلع. هوريكم الاثنين، معلش يا حبايب قلبي. بصوا لازم افكه من ورق الزبده، ولازم احط حاجه فوق مبلوله انا عصرتها وحطيتها عشان تحتفظ بالسخونه. بصوا عشان يفضل طري، شايفينه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، مش عايزه بس عشان ما يتكسرش مني اهو. خلاص وادي الفاتح، لو هعمل سبونج فاتح اهو
شايفين؟ لو اتكسر كده مفيش حاجه، احنا هنعمل محلول سقي كده وهيتضرب في التوبنج في الغيار اللي احنا هنبدا نحط فوقه الحاجات الحلوه. شايفين ازاي؟ هنيجي بس اغطيه كده واغطي تاني كده، اللي احنا هنطلع لاستراحه عشان ما ينشفش. وهجهز انا شويه ميه بسكر او لبن بسكر زي ما حضراتكم تحبوا علشان نسقي بيه الخليط بتاعنا، حاجه بسيطه وخفيفه. يلا بينا نطلع بقى البريك ونرجع تاني نستكمل مع بعض لف السيس رول بطريقه سريعه وبسيطه ونعمل الكريم شانتيه بتاعنا. ننتظر حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره تانية. انا هعمل ده مربى. احنا عملنا اوريدي حشو كريمه وعملنا فيه من بره عروق كده بالشكل الجذع الشجره، وده معروف ان انا بقطع سويس رول بالورب واحطهم لازقهم في بعض بالكريمه. بصوا المربى البيتي جميل ازاي، شايفين؟ انا بعشق مربى الفراوله وعاملاها في البيت الصراحه. معرفش اكل غيرها مربى، معرفش اكل مربى جاهزه، ومعرفش احشي حاجه بمربى جاهزه. مش عارفه انا يعني كده بتقل على حضراتكم لو قلت لكم اعملوا المربى في البيت، لان طعمها حاجه تانية خالص في السويس رول الحقيقه. حتى لو اتكسر مفيش مشكله، هلف كده بالورقه بتاعه، مش عايزه اضغط كتير عشان ما يبقاش يبوظ لبره، بس طبعا ايه انا هلف بالورقه، هلف بورقه الايه الزبده. زي ما حضراتكم شايفين كده، بسم الله. شايفين ازاي؟ شايفين يا شباب؟ معلش انا هاجي في الناحيه دي بس هتك كده. عشان تدخل كويس. معلش. كده. يا استاذ فضل الاخبار. انت معايا؟ انا مش قصدي كده، قصدي انت شايف ايه يا فندم؟ انا عامله لك دي كلها من ايدي بقى. بصوا بقى، بسم الله، وانا لكم مره اخيره. بصوا اهو السويس رول اهو، خلاص ده اللي بالمربى. انا لازم بقى اغلفه كده، اغلف معلش بالورق الزبده واقفل عليه زي بونبونيه واشيله في الفريزر. مش هينفع اشتغل فيه دلوقتي ولا اقطعه دلوقتي قبل 4 ساعات. حلو الكلام، كلام جميل. شيل شويه المربى الحلوين دول. يا نهار ابيض على المربى وجمالها، هدوقك. لازم تدوق، المصورين هياكلوها حاف بالمعلقه. اهم معلقتين جاهزين اهم. وقولي بس رايكم ايه في المربى البيتي. تعالوا بقى بصوا بسرعه. يلا يا جماعه، سبونج خلص اهو، يلا هنطلعه. شايفين؟ تسلموا حبايبي. طبعا لازم هو كده على طول ابدا افككم الجناب. بصوا واطلعه، بس انا عشان الحق اخلص مع حضراتكم الرول اللي باقي خليني اجيب من الفريزر. هو ده عاملين رفيع عليه، بحط عليها بقى حواليها ورق الومنيوم فويل، بس لازم تتلف في ورق الزبده الاول عشان الالومنيوم فويل ما يجمدش عليها ويتقطع فيه. عايزين بقى تعملوا من بره كريمه براحتكم، كريم شانتيه وشكرا تجملوا. عايزين كريم شانتيه تحطوا له معلقتين زبده لوتس، زبده فستق، معلقتين كريمه لباني. اللي رايح حضر. بصوا بقى، يبقى ده اللي لسه معمول اهو، سويس رول المربى، وادي السويس رول اللي جمد عشان تقدروا تقطعوه. شايفين ازاي؟ المفترض ان انا هاخد كده، بسم الله، السكينه دي لازم تنزل في ميه سخنه. هاخد الحرفين دول. بصوا بقى، دي كريمه لوتس، هخلي دول هنا. بصوا كده لازم تنزل في ميه سخنه. خليني اخدها كده على الميه السخنه هنا وانضفها وامسح تاني واعمل بيها عشان تساعدني في التقطيع ما يتفرفطش مني. ماشي الكلام؟ لو انا هعمله قطعه سويس رول واجمله باي حاجه. هاخد بس القطعه دي كمان اهو، شايفين؟ هنشيل كده ونشيل دي. دول ما بيترموش يعني،
بس احنا عشان الشكل العام خليني اشيل ده بس عشان تشوفوه كده بشكل حلو. وده اللي احنا لسه عاملينه بالمربى لسه لم يتماسك بعد. خلاص بصوا استنوا ثانية واحدة، شايفين هيبقى شكله عامل ازاي؟ شايفين يا جماعة ده السويس رول الطبيعي العادي جدا بتاع امهاتنا وجداتنا زمان. اي حبشتكنات بقى بنحط لها جناش وحركات انا النهاردة بعمله عشان المبتدئين، الناس اللي لسه عايزة تعمل اول مرة. طبعا مدام سميرة بسم الله ما شاء الله من الناس اللي يعني بروفيشنال، لكن انا بقول لكل اي بنوتة عايزة تعمل مية سخنة وبقطع منه اهو شايفين؟ يبقى زي ما حضراتكم شايفينه كده. انا بقى ممكن اديله ايه صوصات شوكولاته، تيجوا بقى نجمله ونحطه كده في طبق ونجمله على القد كده علشان ايه يبقى معانا جميل اهو. يلا بينا هنقدم الاثنين، يبقى احنا عملنا صنفين وانا هقدم لحضراتكم ال دي هنشفها بس عشان اقطع الناحيه الثانيه وهقدم لكم بتاع المربى ده لانه حلو بصراحه. بصراحه هو كسويس رول لا انا هسيبه زي ما هو كده، مش هسيبه يعني تمام خلاص حلو كده. يلا يا جماعه هنسيب ده، تعالوا بقى ناخد التاني طبق تاني. انا بس عايزه اجمل ده عليه شويه كريمه، استنوا مش هضرب كريمه ولا حاجه، انا هاخد شويه شوكولاته بيضه حلو كده ونحطها فوق الايه فوق السويس رول القمر ده. شايفين ازاي اهو اهو يا امامير. الشوكولاته دي ادوها نص كوبايه زيت عشان ما تقفش على السويس رول. شايفين الجمال؟ ماشي حبايبي حلو الكلام، مش هيقفشوا ولا حاجه، احنا ان شاء الله على خير باذن الله، كل شيء تحت السيطره يا فندم. نكسر بس الوان بقى راس السنه وحركات صح كده. يلا بينا هنقدم القمر ده هناك واستعرضه زي ما انت عايز مع جذع الشجره. وتعالوا نعمل بقى التاني القمور ده هنقدمه هنا برضو، هناخد القطعه القمر دي قدامه بكريمه اللوتس. وهناخد معايا الشوكولاته الدارك بقى اهي، قلب تقليبه حلوه حلوه قوي كده شايفين. اوكي شايفين، واخر حاجه واحده من الشوكولاته البيضة ويلا بينا. وكده نقدم السويس رول. يبقى احنا عملنا اللي بالمربى، عملنا الحشو كريمات اللي يريح حضراتكم اعملوه. وطبعا اتمنى يا رب تبقى الوصفه بسيطه وسريعه. عملنا بالاسبونج الجاهز ونزلنا مقادير العادي دي العادي بالبيض العادي في البيت، وقلنا ايه الطرق اللي تنجح معانا السويس رول. اعملوه جربوه وابعتوا لي تطبيقات.